هو هذا راح يمثل راس الفرق. هذا الاضافي اللي ضفناه اخر واحد. اخر واحد والمنطقة غادي تخلصت مو؟ كملت هذول اللي جوك على الدائره استاذ يوري. الله يوفق ان شاء الله. والله يهنيك ان شاء الله. انت والجماعه ما قصروا معك. كل دعم كل الحج. وللعلم وللعلم استاذ جاسم متابعنا ترى يوم ويوم يجي يشوف الشغل. والله ما قصروا كلهم ما قصروا. الف رحمه على والديك. الف رحمه على والديك. والله معقول احنا هاي المنطقه حي كامل. والله من 2012 انت تحكي احنا نعاني ما حد فضلنا مشكله الا. ما هسه يعني لي خط. لا لا ما استفاد انطلاقا من مبدأ التعامل المباشر مع الشكاوي الواردة إلى المديرية زرنا موقع دور السكر في حي المنصور اطلعنا على المشكلة بناء على شكوى مقدمة من المواطنين. المشكلة أن المنطقة كانت تعاني منذ مدة تزيد عن 10 سنوات لتجمع مياه الفضلات الآسنة للدور السكنية والتي كانت تجري بشكل سطحي على السواقي. وجهنا كوادر المديرية لغرض تنفيذ المشروع بجهود ذاتية من قبلنا العمل في المراحل النهائية قيد الإنجاز. خلال 10 أيام سينجز العمل. الهدف من إنجاز هذا المشروع هو للحفاظ على سلامة المواطنين من الروائح الكريهة التي كانت تفوح من المياه السطحية. مديرية المجاري قامت خلال الفترة الماضية بإنجاز العديد من المشاريع وماضية بإنجاز المشاريع المتبقية ضمن السقوف الزمنية المحددة ووفق المواصفات الفنية المعدة، بالإضافة إلى موضوع كري الوديان وتسليك شبكات المجاري. يتبقى لنا موضوع وحيد وهو تعاون المواطن مع المديرية من خلال عدم رمي النفايات على شبكات المجاري والمناطق المحاذية للوديان.